السلطان وقع اعلان بالفعل في جلسه في محكمه الاكاديميه، واكيد طلع علمكم وصل اليه. واتمنى امامي في غرفتي كاد ان يموت. هذه الظروف التي نحن فيها، هذه الظروف يدركها الكافه الان. وانا لا اقول انها ابتزاز سياسي فقط كما قال زميلي، ولكنها قتل ممنهج وليس مجرد تعذيب لاعتزال اعتزال اعترافات، لان مفيش اعترافات ومحدش رده اتكسرت من هؤلاء ابدا. وهؤلاء جميعا صامدون ومرافقون وعارفين ان هم في سبيل الله ومن اجل رفعه هذا الوطن ان شاء الله. فانا بقول لسيادتك يجب على المحكمه التي تتخذنا وديعه او نحن وديعه لديه، والنيابه لا تقوم واجبها، مفيش حد في ظروف السجن للنيابه عشان يفتش. ووزاره الداخليه التي يصر كل نظام مصري ان يقضي السجون رهينه لديها لتنتقل من خصومها السياسيين ولا تنقلها الى وزاره العدل، رغم اني انا شخصيا شاركت في عشرات الندوات وكانت كل التوصيات ان تنقل اشراف السجون الى وزاره العدل، ويبقى الامن فقط مسؤوليه الداخليه عشان المؤامره لا احترام للقانون، لا احترام للنوايا، لا احترام للاتفاقيه الدوليه للحد الادنى من عمله المسجونين. كل هذا منطق، والوزاره والسجون تدار بالتعليمات فقط لا غير، والتعليمات هدفها الان الانتقام. نزعة انتقام تسيطر على هؤلاء جميعا. انا بقول لحضرتك انا بقيت بدل رسمي عشان التحقيق واجب في مرجع الاخبار وزير الداخليه ومساعده لشؤون الامن الوطني ومساعده لمصلحه السجون محمد الخليف بها ومدير مباحث السجون اداره السجون العامه محمد علي، هؤلاء هم المشرفون الان. والعجيب يا سياده الرئيس اننا لما اشتكينا لك وقدمناك البلاغات فعلا من يعني اساء، من ضمن العقوبه ان مفيش عقوبه اساء التصرف، مش عايز اقول لك في كده العكس اللي حصل، ده من ضمن الترقيه في يسيء التصرف. هذا الطالب هو المسؤول عن اللي كلمتك عليه من سنه تقريبا، هو الطالب هو اللي قتل فريد اسماعيل وقتل عصام دلفاله وقتل عماد عزت وقتل محمد الفلاحي وقتل نبيل النوري وقتل مكان سالم وقتل وقتل وقتل، هم دول اطلعهم اطلعهم عشان يستمروا في ممارسه القتل. القتل ممنهج الفقير. انا لا اشتكي من كلمه طعام ولا اشتكي من كلمه نوم، انا ليا طلب اخير فقط. انا طالب من اهلي يقولوا لي صابونه وش بيت الحمام فرشه اسنان معجون اسنان جهاز ملموس وسائل بدائيه للنظافه الشخصيه نحن محرومون عنها. بطلب من حضرتك طلبين ان تسمح بدخول هذه الاشياء وتسلمها لي وتاخذ السجن لتدخلها لي، وان تصدر امرا ملزما لاداره سجن العقرب او شديد الحراسه الواحد بان تصرف الينا كل ادوات الحياه الانسانيه من كافيتيريا السجن. امر ملزم من المحكمه قرار